كان عندنا مشكلة كبيرة في فرع بورسعيد، كيفية استعادة أرض بورسعيد اللي كانت هتروح مننا بعد حكم نهائي بات لقناة السويس. ده جزء كبير من النادي كان هيضيع مننا. الحقيقة ابتدينا نعمل مفاوضات مع الفريق مميش في الأول، الحقيقة الراجل طبعا فتح لنا سكة محترمة إلى أن ربنا أكرمنا بأن احنا قعدنا مع الفريق أسامة ربيع، يعني بنشكره شكرا جزيلا عن طريق الأستاذ أحمد المهدي والأستاذ عمرو الشافعي أولادنا في بورسعيد، قدرنا أن احنا نوصل لاتفاق مع بعض على استعادة الأرض، والحمد لله حلنا المشكلة ومبقاش عندي مشكلة الحمد لله في أرض بورسعيد اللي كانت يعني محدش عرف يحل هذه المشكلة من 30 سنة. الحاجة التانية اللي ابتدينا نعملها كانت يعني كانت مهمة جدا، كان عندنا تارجت لأطفالنا الأول، أنا عملنا أحسن جنينة أطفال على جميع يعني في جميع أندية مصر. جنينة أطفال مساحتها حوالي 4 يعني حوالي فدان وشوية، قدرنا إن احنا نعمل فيها 86 لعبة جداد نوفي. والحقيقة المهندس نجيب سويرس يعني ساعدنا جدا في ان هو يعني اهدانا جميع الالعاب اللي موجوده، فده طبعا شكر خاص للمهندس نجيب صديقي وحبيبي. جنينه الاطفال مش بس جبنا العاب وحطيناها على الوش، لا احنا فورنا البنيه التحتيه بالكامل لجنينه الاطفال عشان تبقى على قد المستوى، وعملنا مبنى فيها مبنى كبير جوه برضو في جنينه الاطفال. فالحقيقه دي جنينه اطفال على اعلى مستوى. جينا نفكر برضو فيما يخص الدقي، احنا عاوزين نجيب منافذ لها اسم ولها قيمه جوه النادي، فربنا اكرمنا بعدد من المنافذ المختلفه اللي ترضي رغبات الاعضاء، كلها منافذ يعني لها اسمها، مش منافذ يعني بدون ذكر اسماء، اسامي كبيره جدا والاعضاء سعداء بيها جدا، منافذ يعني قدرنا يعني منافذ مختلفه بانواع مختلفه، ولسه برضو مكملين في الموضوع ده. الدقي كمان خد مننا تطوير في حاجات كتيره جدا، سواء الملاعب او التراك، يعني ما فيش حته في الدقي سبناها ما حطناش بصمه فيها. نتكلم برضو على فرع اكتوبر، برضو فرع اكتوبر ده من الفروع، فرع اكتوبر ده 64 فدان، فكان محتاج برضو شويه تطوير خاصه بالملاعب وخاصه بالتراك وخاصه بمنافذ ما كانتش موجوده، لان العدد كان في اكتوبر اللي بيروح مش عدد كبير جدا، لكن احنا الحمد لله ربنا وفقنا في منافذ مختلفه برضو جبناها في اكتوبر. وعملنا في اكتوبر يعني الـ زي ما بقول ملاعب والتراك وحمام السباحه كله طورنا فيه. نخش بقى على القطاميه يعني قلبناه راسا على عقب، كفرع من الفروع اللي خدت مننا جهد كبير جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى والاستاذ محمد العودة ان هو كان مسؤول عن هذا الفرع، فقلبنا النادي خالص زي ما بقول برضو ما بين ملاعب وتراكات ومش عارف حمامات كانت ناقصه هناك كتير عملناها، عملنا كل اللي نقدر عليه في فرع القطاميه. بقى دلوقتي الاعضاء اللي فيه سعداء جدا وما بيسيبوهوش وما بيجوش الدقي دلوقتي. نخش على فرع بورسعيد، فرع بورسعيد برضو من الفروع اللي كانت مهمله على مدار سنين طويله. احنا اكتر مجلس على مدار حاجه و20 سنه قدرنا نصرف على فرع بورسعيد مبالغ كبيره جدا، خلينا الفرع يبقى في احسن عصوره. يعني مش هقول بقى ان احنا عملنا ملاعب متعدده الاغراض وعملنا الجيم برضو وملعب خماسي للكوره وبرجوله شاطئيه وكافيتيريا خاصه بالنادي، ويعني ما سبناش حته في بورسعيد يعني ما دقناش فيها مسمار زي ما بيقول. ده برضو من الفرع اللي هو الحقيقه الناس بتوع بيشهدوا بالخدمات اللي حصلوا عليها في الفتره بتاعتنا. مرسى علم برضو عملنا في مرسى علم الاستراحة بتاعتنا جددناها بالكامل، جبنا مراكب جديدة برضو عشان دي بتخدم الأعضاء اللي بيحبوا الصيد. الاستراحة مكونة من سبعة أوض، ست أوض زائد مراكب جديدة نوفي موجودة عشان الناس اللي راحة تستجم تقعد ملهاش دعوة بالصيد تنبسط، برضو زائد مراكب الصيد الموجودة. كوم قشيم عندنا برضو الفرع السادس دوت 11 فدان. كوم قشيم في استراحة كان الغرض منها أساسا هي عبارة عن دي يوز، الناس بتقضي فيها يوم طول النهار وتروح يقعدوا هناك ومش عارف ويشووا وياكلوا وبتاع، فاحنا عملنا مخطط من قبل الكورونا مخطط كامل كيفيه الاستفاده بكوم قشيم وانها تبقى فرع فعلا لائق بنادي الصيد، من حمامات سباحه من مطاعم من ملاعب رياضيه، وفكرنا فيها ان احنا دخل برضو مشروع الفروسيه فيها، بس للاسف لما جت الكورونا يعني وقفتنا عن هذا الموضوع.